نحن في مدرسة العزم التابعة للمنطقة العسكرية السادسة، والتي تخرج دفعتها الخامسة من المقاتلين المنخرطين في صفوف الجيش الوطني. الكادر التدريبي كادر تدريبي متميز منتقانك وذو خبرات عالية، ولهم سبق في الجيش الوطني ولهم خبرات سابقة ودورات عالية، وأيضا من حيث المكان مهيئ للتدريب من عدة ميادين. 1000 مقاتل في كل دورة يكملون التدريبات الأولية التي تتمحور في الضبط والربط العسكري ورفع اللياقة البدنية، قبل أن يتخصصون في التدريب النوعي حسب الأسلحة والمهام الموكلة لهم. نقوم بتدريب الأفراد في الجيش الوطني إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى الانتقال به من المرحلة المدنية إلى المرحلة العسكرية الانتقالية، ثم نقوم بتدريبه تدريبات التكتيكية مثل الإغارة والكمين والتمويه والتدريب التكتيكية، ثم نقوم بتدريبه تدريبات العملياتية إلى أنواع الأسلحة. هذه تعتبر الدورة الخامسة في بمعدل ما يقارب 1000 مقاتل يدرب خلال معسكر العزم في المنطقة العسكرية السادسة. طبعا يخرج المقاتل من هنا بروح معنوية عالية. ورغم أن الجنود المتخرجين من المدرسة من عموم اليمن، إلا أن قيادة المدرسة أخذت في الاعتبار تخصيص نسبة من المشاركين في كل دورة لأبناء القبائل المحيطة بالمدرسة. تأهيل أبناء هذه المنطقة ومن وفت إليهم ليخوضوا المعارك بكل جدارة. سنواصل حتى نطهر آخر شبر من أراضينا ومن بلادنا. وجدير بالذكر أن المنطقة العسكرية السادسة أول منطقة عسكرية تستكمل مؤسساتها التدريبية وفق القواعد المتبعة في تدريب الجنود والضباط. يتزامن تخرج الدفعة الخامسة من مدرسة العزم مع تقدم جنود المنطقة العسكرية السادسة إلى جبال سليام الفاصلة بين محافظة الجوف ومحافظة صنعاء. لقناتي العربية والحدث، محمد العرب.